ما طلعش جوج طرويلات تابعينا. واش عصابة هادي ولا شنو هاد الشيء؟ ورا معايا بنتي حشومة عليكم، حشومة عليكم عخر فينا، حشومة عليكم. معايا بنتي، كون كنت غير بوحدي ماشي مشكل. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. كما شفتوا في المقطع الاول، ندى حسي مهم كتبكي بواحد الحرقه، لان من بعد ما خرجت من مركز الشرطة كانت مشات دارت شكاية من بعد ما ضربوها. رانا درت فيديو اللي قبل، ومهم مشات دارت شكاية، ودابا من خرجات تبعهم جوج ديال طوموبيلات بالسيوفة، والبوليس مخرج انهم من مدينة اكادير. مهم هي كتحاول انها تخرج من مدينة اكادير اللي ما ترحباتش فيها بصفة نهائية الناس ديالها، او مهم بعض ماشي كلشي، شي وحدين بغاو يصفيوها ليها بهذا المعنى هذا. فهي البوليس خرجوها من المدينه، ولكن رغم ذلك تابع انهم جوج ديال الطوموبيلات بالسيوفه. مهم باغن انهم يكملوا داكشي اللي بداو في الاول، ومعها بنتها صغيره. فكما شفتوا الحاله ديالها منهاره. المهم كنتمنى اخوتي ان هذا الفيديو يكون كمل لكم الفيديو الاول، وكنتمنى اللي مازال ما اشتركش يشترك عندي في القناه، وكنتسنى التعليق ديالكم اللي دائما كتهمني. وبسلامه عليكم.